عشان تأمل. نجلس جلسة مريحة، يفضل انتصاب العمود الفقري، اللي ما بيقدر رح يشنج العضلات يوضع وسادي أسفل منه، بيقدر اللي عنده مشكلة بالركب يمد رجليه ويحافظ على استقامة العمود الفقري، أو يجلس على كرسي، يفضل الكرسي لا تكون بلاستيك، إذا لابد فليكن قماش طبيعي قطن مثلا تحت الإنسان مشان العزل الطاقي. دوما بأي تأمل الجلسة المريحة مهمة، يفضل الكفين مفتوحتين للأعلى بتضرع وخشوع ودعاء، تقدر توضعهم بالحضن أو على الفخذين بأي مكان ترتاح له. نبدأ بالزفير، زفير يعني طرد الهواء الخزين، زفير 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 يعني خمص البطن لجوة، فيضغط الحجاب الحاجز الأعلى فيزيل كل الهواء الخزين بالرئتين، ثم شهيق يصير البطن عادي، شهيق نبدأ بهدوء تقريبا 3 عدات أو 3 ثواني، احتفاظ بالنفس قليلا، ثم 6 عدات لأنه الزفير ضعف الشهيق. نتوقف، نبدأ من جديد أيضا، شهيق 1 2 3 ثم زفير 1 2 3 4 5 6 كومباك يعني ما في تنفس. بعدين من جديد شهيق 2 3 احتفاظ بالهواء، ثم زفير 1 2 3 4 5 6 رخ القدمين، الساقين، الركبتين، الفخذين، الحوض، أسفل العمود الفقري، مركز شاكرا القاعدي، المسجد الحرام، أسفل الظهر، البطن، الصدر، ظهر، الكتفين، الذراعين، الكفين، أصابع الكفين. طبعا يفضل اللي حابب يتابع معنا التأمل يكون مغمض عيونه ويتبع الإرشادات. إرخاء الرقبة، الفك السفلي، عضلات الوجه، عضلات العيون، قفا الرأس، ناخد شهيق من جديد، هدوء، زفير. وعينا بمنتصف الجبهة بين الحاجبين، أقرب لمنتصف الجبهة، في ناس بيقدروا يحسوا بالنور بهذا المكان بهذا المقام، اللي ما بيقدر يشعر بالنور مو مشكلة، بيقدر يتخيله، اللي ما بيقدر يتخيل
يتنفس هي الطاقة وخليها تدخل بشكل مستقيم لمركز الدماغ. شهيق زفير. الشهيق والزفير عم يسحب هالطاقة بالعين الثالثة لمركز الدماغ بالقرب من الغدة النخامية. كمان تنفس عادي لهذا النور من مركز العين الثالثة أي منتصف الجبهة، عين البصيرة، العين الروحية. نتصور شعاع جاي من السماء عم يدخل من قمة الرأس عم يتقاطع مع هذا الشعاع بالغدة الصنوبرية نفسها بمركز الدماغ في نقطة تقاطع مضيئة جدا، فيها كل الوجود، فيها كل الجمال، فيها فجر ليلة الوصول. الشهيق عم نتنفس النور بمسجد أقصى عرش القلب، القلب العقلي هنا. بالزفير انتباهنا عم ينزل لشاكرا الجذر حيث المسجد الحرام، عم نفعل هالنقطتين بالذات. نحن كائنات نعيش بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. الشهيق عم يتمدد وعينا، عم بصير في نور أكثر بمركز الدماغ، نقطة مضيئة عميقة جدا جدا. عم ندخل لداخل أعماق هاي النقطة. بالزفير انتباهنا عم يروح لأسفل العمود الفقري حيث المسجد الحرام، عالم القطبية، عالم التعدد. بالشهيق عم ناخذ النور الأحدي ونوسع فهمنا، عم يتمدد فكرنا، نأكد على الاسترخاء. كل ما أخذنا شهيق عم بصير في استرخاء بكل أعضاء الجسم أكثر وشحن طاقي. نتابع 11 مرة طوعا. شهيق، محركة الشهيق ولو تكون خفيفة، إنارة لا مركز الدماغ بالزفير، إنارة لا مركز القاعدة أسفل العمود الفقري. وعينا عم يكون بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى بالشهيق والزفير. بهدوء، اللي عم يشعر بدوار أو دوخة بهدوء، ما في داعي لتسريع التنفس لأن هي دوران طاقي طواف قوي جدا. عم نتنفس النور للمسجد الأقصى ونسفر الحياة بالمسجد الحرام. مع هذا السعي بين الصفا والمروة، هذا السعي الداخلي يؤدي لتوازن طاقي ينعكس على مركز القلب. فنشعر بموجات لطيفة تدغدغ أوتار القلب النقي. نور بدأ يتفتح بداخل شاكرا القلب بشكل زهرة لوتس بيضاء، خرجت من مستنقعات الانفعال والغضب والعصبية تزيل
عن النفس عن القلب أحمال وأثقال الزمن. هذا القلب هو قلب الوجود، هو نفس المسجد الأقصى. المسجد الأقصى لما بيكون بوسط مركز الدماغ هو نفسه بيكون بوسط القلب، قلبين توأمين. عم نخفف ضغوط عن قلبنا الخاص، ونحن كل واحد فينا قطعة إلهية، جذوة نورانية، روح حية بالإله. هذا النور اللي عم يخفف الضغط عن مركز القلب حتما يخفف الضغط النفسي والأثير السلبي حول المسجد الأقصى، لأنه طواف بمستويات سبعة. لا نصلي أو ندعو للذات الإلهية بأي صلاة، هنا فقط ننقي القلب لكي نطوف أيضا بجسم القدر، فلا ندري ما الذي يمكن أن يحدث، لأننا بقبول لأي حدث لا نشترط على الإله، نحن بمحبة لا مشروطة. هنا مسجد أقصى عرش القلب نطوف بمستوى وعي فائق الدقة بمحبة لا مشروطة، لا نشترط على الإله نوعية الحدث. ومن ينصر على من؟ فالكل عيال الإله. إن كنا بهذا الوعي وهذا التفكير نحن نستطيع الآن بقوة تأملنا الجمعي رفع مستوى الوعي حول المسجد الأقصى اللي هو نفس قلبنا، قلبنا بمستويات عميقة، أما بمستوى الظاهري له مكان. تنقيته يعني تهدئة النفوس لتعيش بسلام دون اشتراط على الإله حل. ندخل لعمق القلب أكثر، نشعر بهذا التوسع والتمدد والراحة، عم نستشعر الفرح، فرح الوجود الإلهي العميق فينا. نستجلب حس الامتنان أن هدانا المولى سواء السبيل. سواء السبيل يعني وصلنا لقلبنا النقي بعد صراط المستقيم بظاهر الحياة. امتنان لكل كلمة من كل إنسان. امتنان لكل حدث عم يحدث بغض النظر سلبي أو إيجابي. امتنان لكل شيء. ندرك أنه رسالة من الذات المقدسة، من الذات الواحدة، من الإله عز وجل لكي نرتقي لهذا المستوى الراقي من الوعي الروحي بنقاء القلب، فلا يبقى بفكرنا أفكار سلبية، ولا بمعتقداتنا تطرف، ولا بمشاعرنا سوء، ولا بأعمالنا أذى، ولا بلساننا، إلا قول لطيف مشجع على الخيرات للجميع. هذا هو المسجد الأقصى. نشعر بالسجود، نشعر أننا لا شيء أمام هذه العظمة وهذا الاتساع وهذا النقاء وهذا الجمال. هذا هو معنى السجود الحقيقي بالمسجد الأقصى. العديد منكم الآن يدخلون لهذا الحقل النقي جدا، فمن استطاع الآن فليكن، فقد تطهر حتما من
كل الكارمات الماضي، عاد كما ولدته أمه. الآن من يدخل إلى حرم الجمال في أقصى عرش القلب، حتما قد تجاوز كل برمجيات الماضي. من لم يستطع سيعيد ويعيد، وحتما حتما سيصل. قل لا ييأس من روح الله إلا الكافرون. نحن الآن بكشف، وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نحن الآن ننظر بعين البصيرة لمسجد أقصى عرش القلب، فنزيد من سطوع النور به، نزيد من مشاعر المحبة والامتنان، فيخفق فرحا بالعيد الحقيقي، عيد عودة النفس لعقل الوجود، لقلب الوجود، لربها راضية مرضية. هذا هو معنى سريان الطاقة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا هو الطواف، وهذا هو معنى الحج الحقيقي، والذي نمارسه بشكل طقوس ظاهرية تعطي رسائل لعقلنا الباطن، لكي تتفتح النفس المستحقة في زمن تفتحات معينة لكل نبأ مستقر ولكل نفس زمن وصول. هذا هو معنى حقيقي الآن لفجر ليلة الوصول، وهذا هو معنى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. الآن تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. كانت قبلا سلام هي حتى مطلع الفجر، وأصبحت الآن واقعا حقيقيا معاش بفجر ليلة الوصول. نحني الهامات ونذرف الدموع لجمال الوصول لمسجد أقصى عرش القلب الواحد، بالروح الواحد، بالكون الواحد، الذي يخضع للإله الواحد ويتناغم مع جماله الأحدي. ليكن السلام، ليكن السلام، ليكن السلام لكل إنسان، وليحل السلام على شعوب الأرض قاطبة.
ناخد شهيق زفير. من جديد شهيق زفير. نحس بجسمنا المادي أكثر شوي شوي. بعد أن سافرنا لمسجد أقصى عرش القلب كمان شهيق. نحرك شي بسيط، نحرك شي بسيط الأصابع. نحس بجسمنا المادي بعد هذا المعراج في محراب الذات. شهيق. منفتح عيوننا 1%، شي بسيط جدا، بسيط جدا. منشوف الحقول الطاقية الأثيرية وجمال أمواج القداسة اللي عم تجسد واقعنا كمان شهيق. نفتح عيوننا نصف مفتوحتين. شهيق نفتح عيوننا الآن. نسجد بجمال، نصلي بحقيقة الوصول، ونذكر الذكر الحكيم بلسان كل حكيم. فما في الوجود الأوحد إلا فم واحد يسبح الوجود الأحد لله. يا نعيم الواصلين، فواقع المسجد الأقصى بداخلنا واقع حقيقي يختبره المستحق، ينكره الجاحد ليحجم الطاقة الإلهية في مكان واحد فيحدث ما نرى. أما نحن وقد صمنا وسنفطر بحقيقة العيد، ونجتمع بصلة مع نبع الجمال، سندعو بالسلام والبركة والتوفيق لكل الخلق، لكل الناس. سنطهر أنفسنا من عمق الوجدان وبعمق القلب النقي. سنرسل ذبذبات نقية لكل الخلق. سنرش النور على الجميع فلا يبقى أحد إلا ونغلفه بالنور، ليدخل الجميع مع الذين هدى المولى، فتعم الخيرات والبركات ويرتفع الوعي الجمعي. وهذه مهمة ورسالة لأصدقاء النور الآن يحملونها بعمق الوجدان
ليعودوا لها بأي زمن فينشروا الحب. الحب الإلهي اللامشروط، الذي لا يحدد على الوجود الإلهي شروط، وينظر بنظرة الواحد الأحد، فلا يبقى أحدا إلا ونغلفه بهذا الجمال. فيا رب أنعم بنعمك الروحية على الجميع، وخفف عن المصابين مصابهم، خفف عن كل الناس يا رب. أنر قلوب الجميع، أنر قلوب الخصمين، فلا عداوة بساحتك أبدا، فمن يعادي نفسه بمعاداة الآخرين سنساعده من خلال بث السلام والنور، فتخف وطأة السلبية بين المتخاصمين ليحل السلام، وليحل السلام على الجميع يا رب. آمين آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.